قصة الحلية الخضراء. القصة دي من أيام الملك سنفرو والد الملك خوفو. الحكاية بتبتدي في مرة كان الملك قاعد والملل والتعب مسيطرين عليه لدرجة رهيبة، فأمر باستدعاء رئيس الكتبة وحكاله على الحالة اللي هو فيها. فعرض عليه رئيس الكتبة فكرة نزهة في بحيرة القصر وسط مناظر الأشكال وألوان الطيور الجميلة والزهور البديعة، على متن قارب بتجدف فيه 20 بنت هما مثال حي للجمال والحسن. فرح الملك سنفرو جدا بالفكرة، وبعد شوية كان قاعد هو مع رئيس الكتبة على متن قارب مع 20 بنت من أجمل بنات القصر، ينشدوا ويغنوا بصوت شبه الملايكة وهم بيجدفوا عبر البحيرة. فجأة المركب وقف والبنات بطلت غنى. سأل الملك عن السبب وطلب من البنات تكمل، لكن قالوا إن البنت اللي مسؤولة عن دفة المركب هي اللي وقفت، وكان السبب إن كان ليها حلية خضراء وقعت منها في المية وهي بتقدف. الملك عرض عليها واحدة غيرها عشان تكمل، لكنها رفضت وتمسكت بالحلية بتاعتها. قال الملك لرئيس الكتبة على اللي حصل، وفي لحظات أرى رئيس الكتبة تعويذة سحرية شقت المية صفوف وممرات. فنزل رئيس الكتبة وفضل يدور على الحلية لحد ما لقاها ورجعها للبنت، وقام قاري تعويذة تانية رجعت المية زي ما كانت، وكملت النزهة بالفرح والسرور لحد الآخر. ولما رجع الملك للقصر أمر بصرف الهدايا لرئيس الكتبة جزاء على فعله.